مرحبا بكم من جديد في هذه الحلقة الثالثة من الحلقات الخاصة بشهر رمضان المعظم. وموضوع حلقة اليوم باش يكون المرأة الحامل وشهر رمضان. والموضوع الثاني اللي باش نعاودوا نحكيوا فيه اللي هو مرض السكري والصيام وشهر رمضان. بإمكانكم التواصل معنا عن طريق رقم الهاتف اللي هو 71 800 814 أو عن طريق عنوان البريد الإلكتروني santé@tunisia.tv. نبدأ بتقديم ضيوفي اللي حاضرين معنا حتى نثري هذا الحوار ونتقبل مكالمتكم الهاتفية من أول وبداية الحصة. تحضر معنا الأستاذة والدكتورة دلندا الشلي وهي مختصة في أمراض النساء والتوليد بمركز التوليد وطب الرضيعة بتونس. مرحبا بك يا دكتورة. وتحضر معنا الأستاذة والدكتورة ليلى بن سالم هاشمي وهي مختصة في أمراض السكري والغدد بالمعهد الوطني للتغذية أي بمعهد زهير القليل. مرحبا بك دكتورة. إذن في نهاية الحصة سنتحدث عن بطبيعة الوجبة الغذائية السليمة اللي تصلح الناس اللي عندهم سكري واللي عندهم مشاكل صحية يكون غذائهم سليم مع شيف إياد في آخر الحصة. قبل ما نتحدث عن هذا الموضوع بعض المواعيد خلينا نتكلم عليها في بداية الحصة حتى لا يداهمني الوقت وما نجمش نحكي عليها. إذن باش ناخذ عبر الهاتف معنا السيدة روضة زروق. إذا مش حاضرة المكالمة، إذا حضروا هالي مع السيدة روضة زروق رئيسة جمعية مرضى السرطان. إذا سنتحدث عن تظاهرة موسيقية مع السيدة روضة زروق، لكن قبل ذلك سنتحدث عن مولود جديد أيضا في مجال السرطان وفي مجال العمل الجمعياتي والمجتمع المدني. عرض موسيقي نور الشرق ونور الغرب يلتقيان، هذا هو عنوان عرض موسيقي اللي سيقع فيه الإعلان عن ولادة جمعية نوران للوقاية من السرطان. هذا العرض باش يكون يوم الاثنين 27 جوان بالضاحية المرسى ابتداء من الساعة 10 ليلا، أي بعد شق الفطر. وهذا يأتي في تعزيز المشهد الجمعياتي في تونس، ويأتي أيضا للتعاضد وتعاضد مجهودات الدولة والمجتمع المدني في مجال محاربة أمراض السرطانية. إذن الموعد كما قلت يوم الاثنين جوان 2016 ابتداء من الساعة 10 ليلا بضاحية المرسى. إذن المكالمة جاهزة أم لا؟ ما زلت مش جاهزة. نمر إلى كان ذكر الأسبوع الفارط كان دكتور محمد زغل رئيس الجمعية جمعية أطفال القمر كان حاضر معنا، ما كانش عنده برشا وقت حتى ربما نزيد نتحدث أكثر عن هذه الجمعية. بطبيعة نحب نشوفه مرة أخرى عنوان هذه الجمعية اللي يحب يعاون أطفال القمر اللي هما عندهم مشكل مع أشعة الشمس، يجب يكونوا ديما محميين والحماية متاعهم والوقاية تتكلف عليهم. ولليوم لحد الآن صناديق ضمان الاجتماعي صندوق التأمين عن المرض ما يرجعش لهؤلاء إلا ما يصير عندهم سرطان الجلد. إذن هذا المشكل قائم ونتحدث فيه في حصص مقبلة إن شاء الله بعد شهر رمضان حتى نزيد نسلط عليه الأضواء ويقع ربما حل هذه المشاكل اللي يتعرضوا لها أطفال القمر، وربما هذا هو هدف الجمعيات في ذلك. إذن عنوان أطفال القمر، عنوان الموقع الإلكتروني نتاعهم www.xp.tunisie.tv نشوفوها على الشاشة www.xp.tunisie.org.tn. ولمزيد التعرف على هذه الجمعية أو كيف يقع مساعدتها ونعرف شهر رمضان فيه المساعدات تكثر، أنتم يزكم نعرف اللي تعاونوا حتى خارج شهر رمضان. الرقم 98-376-733 هذا هو رقم هاتف الجمعية لمزيد الحصول على أكثر تفاصيل ولإعانة هذه الجمعية وأطفال القمر. مع أطفال القمر نشوف هذا الفيديو الصغير اللي يوري أنه العائق الصحي ما يمنعش من أنه الأطفال يكون عندهم أمل في الحياة، والوقاية خاصة هي اللي باش تساعدهم وتخليهم يكملوا مسيرتهم الدراسية وأيضا مسيرتهم المهنية. نشوفوا هذا الروبورتاج اللي هو تقريبا بدقيقة ونص ثم نعود، خاص بأطفال القمر وخاص بطفل من أطفال القمر. أنا ابن العاشرة سعيد ومحظوظ، فتحت عيني فوجدت نفسي محيطا بمجتمع كريم يسهل على راحتي على سعادتي على حمايتي. أنا ابن العاشرة أزاول تعليمي بمدرسة الابتدائية محمد جزويتة بمدينة قصر هلال من ولاية المنستير. أخي وأمي وأبي
أصدقائي ومدير مدرستي أحبابي كلهم يأمرونني بالمحبة والعطف والتشجيع. أنا ابن العاشرة أمارس رياضة الكاراتيه في المساء وأزاول تعليمي بالسنة الرابعة. أنجح وأتفوق دائما بمعدل يفوق 15. حلمي أن أصبح عالما، أن أصبح مهندسا، أن أصبح طبيبا لأنقذ كل أطفال القمر في العالم. شكرا جزيلا على إحاطتكم بنا. إذا رقمات في جمعية أطفال القمر 98-376-733 كان يمكن نعود نشوفوا على الشاشة، وأيضا عنوانهم www.xp.tunisie.org.tn. إذا المكالمة الهاتفية جاهزة ناخذوها. ألو. ألو عسلامة. مرحبا بك السيدة روضة زروق معنا. أمين معك. لا مش روضة زروق، أنا طالبة سيدة روضة زروق. أنت مواطنة طلبتنا باش نتحدث عن الموضوع، موضوع الحلقة متاع اليوم، هكا ولا لا؟ شكون معايا سمحت؟ ألو. ميساش. لا لا ميساش، اقعد معانا باش نعاودو نطلبوك. شكون معانا؟ أماني. أمان يا أماني، نعاودو نطلبوك بعد ما نتحصلوا على السيدة روضة زروق. باهي؟ باهي. أوكي مرحبا بيك. هاي سيدي حضروا لي التليفون بتاع سيدة روضة زروق. تحب نمل عليكم الرقم ولا تعرفوه؟ ألو. هل المكالمة حاضرة؟ خلنا نبداو الموضوع نتاعنا. حبيت نفهم مع السرطان، إذا جمعية مرضى السرطان في انتظار المكالمة الهاتفية اللي ترأسها السيدة روضة زروق بن ميلاد، هي جمعية تتلهى بمرضى السرطان يوم الأحد بداية من الساعة 10، أيضا عندها حفل وعرض موسيقي غنائي تنظمه هذه الجمعية، جمعية مرضى السرطان. مداخيل هذا الحفل باش يكون لفائدة هذه الجمعية، لفائدة مرضى السرطان. إذا في انتظار المكالمة قبل ما نبدأ موضوع الحلقة اللي هو المرأة الحامل وشهر الصيام، شهر رمضان، وأيضا مرضى السكري وشهر الصيام. ألو. باقي مش حاضر المكالمة. ألو. فما شكون ينجم يجاوبني؟ باهي ندخل في صلب الموضوع بعد. ألو. المرحبا بك سيدة روضة زروق. مرحبا. مرحبا بك. إن شاء الله كل عام وانتم حيين بخير، وانتم بالله. والجمعية تنشط حتى في شهر رمضان، وأظن أنك موجودة في المقر تاع الجمعية أنت. إذا قبل ما نتحدث عن هذا الحفل الموسيقي، هل نعرف شهر رمضان حتى المستشفيات تنقص عليها، ينقص عليها الضغط، وخاصة الناس اللي معناها يكونوا بالمستشفى، يعني يباتوا في المستشفى، في المستشفيات للأمراض المتعددة، في رمضان ينقص يعني الناس كل تحب تروح لديارها، والناس كل تحب تقعد في البيت لهذه الأجواء الرمضانية والأجواء العائلية. كيف هو الحال بالنسبة لمرضى سرطان عندك؟ بالصحيح ينقص المرضى، تنقص من المستشفيات وكل، أما احنا عندنا المرضى ديما بكثرة. على خاطر عندنا الدار الخضراء اللي فيها المرضى اللي يعالجوا على الوجي وعندهم راديوثيرابي ما نجموش يوقفوا عليها في رمضان، وفما مرضى اخرين اللي يجيو زاد عندهم عيادات مواعيدهم، اللي يجونا لينا احنا باش نعاونوهم يا في تنقل يا في دويات، خاطر في السبيطارات ما عادش فما دويات، يجيبوا لنا لي زوردونونس نتاعهم واحنا نشريو لهم الدويات ويجوا ياخذوا الاعانات. احنا من اول رمضان بدينا نعطيو، وحتى احنا ديما نعطيو في الاعانات، بالاخص القضيه قفه رمضان. قفه رمضان ديجا اعطينا لليوم اكثر من 150 قفه، من تبدا بشكلها من كل شيء. نعاونوا في كل شيء في رمضان، يكثر علينا اكثر احنا الخدمه كالمستشفيات. حبيت نعرف في دار الخضراء هذه هل موجود نساء يباتوا في اي قداش تقريبا موجودين؟ كما توا عندنا 16. الو. اذا الصوت مش نسمع. الو. الو.
وي نسمع. سيده رود قلت لي قداش من توا عندنا الوقت الحاضر 16 مريضه موجوده من من بدايه رمضان ولا يمشي ويجيو؟ يمشي ويجيو كل مره 20 مره 18 مره 16 مره اقل هما والحاجه نتاعهم. بالفعل اذا اكيد انا سنتحدث عن هذا الموضوع ان عندك برشا انشطه كنا صورناها باش نعملوا حلقه خاصه ان شاء الله بهذه الاعمال اللي تقوموا بها لكن اليوم خلينا نركز على هذا للاعلان عن هذا هذا الحدث او هذا العرض الموسيقي الغنائي اللي مداخله باش تمشي لفائتة المرضى تقريبا وخاصه والجمعيه بصفه عام. اذا فين هذا الحفل باش يكون وحفل موسيقي مداخله كما قلت انت تدعو من خلال برنامجنا انه الناس تجي وتكون حاضره في هذا العرض حتى تساهم في مساعده هذه الجمعيه. العرض هذا الموسيقي الراقي ان شاء الله يكون وان شاء الله تكون تتعدى حفله كبيره في بير الاحجار في المدينه العربي. في رمضان احنا لازم كل عام نعملوا حفله في رمضان في المدينه العربي. يحييها ثله من الفنانين الفنانين الكبار كما عليا بالعيد كما أسماء سليم كما معز دنيس كما تامر عبد الجواد هذوما كلهم قاموا في الغناء وكل ويشاركوا بصفه مجانيه معناها تبرعوا عن الجمع مجانيا. انا بديت من الاول بثني كما فوزي السعيدي اللي هو دكتور في الميوزيكولوجي هذا كل واحد عنده فوزي سعيد يغني عبد الوهاب الحاجات التقاطق معناتها معز دنيز استعرابي وحلو أسماء سليم هذه معروفة وعليا بالعيد معروفة غنية على التعريف وتامر عبد الجواد يغني عبد الحليم عليا باش غنينا أم كلثوم تطربنا. أنت طلبت وهما لباوا الطلب؟ أنا ما والله أنا طلبت زوز لباو ولا والاخرين سمعوا من عندهم ويكلموني هما وقولوا لي مدام زروق احنا نحبوا نعاونوك ورانا كلنا باش نجيو مجاني ان شاء الله كيما الناس اللي قاعده تسمع فينا تشارك بما انها تخرج تقريبا النصف الثاني تاع شهر رمضان الناس الكل بدات تخرج وبدات تحيي في ربما اجواء المدينه الساهره اكيد انهم ربما يطلعوا على يتعرفوا اكثر على هذه الجمعيه من خلال هذا العرض الموسيقي كما قلت سيادتك الراقي. اذا بالتوفيق لهذا العمل نعاود نذكر اللي هو يوم الاحد ابتداء من الساعه 10 في بير الاحجار. كما قلت انا معك موعد ان شاء الله بعد شهر رمضان حتى نتحدث عن هذه الجمعيه. تحب تضيف حاجه اخرى قبل ما نقولوا الى اللقاء؟ انا نحب نعطيهم رقم الهاتف باش يتصلوا بينا. تفضل. الاقتناء التذاكر اللي هما 20 دينار كهو الكم الهائل هذا كل من المغنين والسعر ديما احنا ما نغليوش. رقم الهاتف هو 22 40 22 13. اذا 22 40 22 13 كان امكن عاودوا نكتبوه على الشاشه تو يخرج بعد. اذا هذه الجمعيه. شكرا جزيلا لك يا سيده روضه زروق. نقول لك شهيه طيبه وان شاء الله شهيه طيبه وبالتوفيق كل عام حين ان شاء الله سنين دائمه عايشك. اذا رقم جمعيه مرضى السرطان 22 40 22 13 22 40 22 13. اذا نعود الى موضوع حلقتنا اللي هو المراه الحامل وشهر رمضان والصيام. معك دكتوره رندا شلي مرحبا بك مرة أخرى ودكتورة أيضا ليلى بن سالم هاشمي مرحبا بك. إذا المرأة الحامل وشهر رمضان، هل المرأة الحامل يسمح لها بالصيام في كامل فترة الحمل وإلا فما أشهر ربما تاخذوا فيها الحذر أكثر من غيرها؟ شكرا للموضوع هذا على خاطر هو في مشكلة معناتها في بلادنا ديما السؤال هذا يعاود يرجع. هو بالنسبة للأشهر بتاع الحمل ما فماش مشكلة بالنسبة لأشهر الحمل. فما أشهر أسهل باش نقولوا للنساء باش تصوم فيهم على خاطر بيان سور كي تبدا هي في الأشهر الأخرينين كما نقولوا كرش على حلقها والاحتياجات نتاع الجنين كبيرة وكل شيء يعني بالسخانة هذه ونهار طويل وكل أصعب. في العادة الأشهر الوسطانيين مع الثلاثة الأشهر الوسطانيين تاع الخامسة ستة سبعة هما أسهل على خاطر البدن يكون لقى الوقت باش يتأقلم على الحمل وفي العادة فماش برشا مشاكل. الأشهر الأولانيين أنت والمرأة كان ما عندهاش مشكلة نتاع ردي ونتاع وحم وكل شيء تنجم تعدى حاجة عادية. كاين متقلقه وقتها تنجم تكون اصعب عليها. اما احنا بالنسبه لنا ما نحكيوش بالاشهر يعني
نحكيو اسكو فما مشكله طبيه ولا صحيه معنا صحية. نحكيو بالحاله نتاع المراه خاطر مش الحال اشهر الحمل الكل تكون كيف زيت فوق الماء يعني ساعات ما مفاجئات وساعات تخرج حاجات صحيه تهم الجنين او تهم الام اذا هذا اللي يخليكم تاخذوا احتياطاتكم يعني نقول انا كباركا معناها كل حاله هي حاله متفرده بطبعها معناها حتى مرأة ما تشبه للأخر. ما تنجمش تشبه للأخر. يقولوا أنه الأشهر الأخيرة أنه الشهر الأخير إذا كان المرأة حبلة في التاسعة وقريب دخلت في التاسعة وهي في الثامن وخارجة من الثامن داخلة في التاسعة في شهر رمضان أيضا الصيام يكون صعيب ولا العكس؟ هو يكون صعيب بالنسبة لي أنا فما نسير أو تصوم وما عندها حتى مشكلة. يتحملوا يعني. يتحملوا معناتها إحنا نخير نعطيو نصائح باش نشوفوا كيفاش معناتها النصائح كان المرأة تنجم تروح وتنجم تصوم نعطيوها نصائح خاطر كان اليوم باش نقولوا ما تنجمش ما نجموش نعملوا الحكايه هذه يعني مش بالاشهر الحكايه. اذا احنا من خلال المكالمات الهاتفيه ونستناهم على الرقم 71 800 814 وكان تبداوا لي بالسيده اماني لانها طلبت في بدايه الحصه واستاذنت منها ان ناخذ المكالمات اللي تهم الاعلان عن بعض الانشطه ثم نعود اليه. اذا نمر الى السكري اليوم تقريبا اليوم 19 يوم على مرور شهر رمضان 19 يوم من شهر رمضان شنو احوال الليورجانس في معاد التغذيه هل فما حالات استعجاليه بالفعل بالنسبه لمرضى السكري والله فما حالات استعجاليه على خاطر رمضان فما برشا عباد تكون ماهيش معدله برمضان وفي رمضان هي فرصه ماهيش فرصه خايبه مي معناتها الامور تسهل باش السكر يزيد يطلع ولهذا يجونا برشا ناس اللي السكر ياسر طلع لهم نجمش نقول الناس هذوما اللي ما عملوش كونسلتاسيون قبل رمضان برشا اللي ما عملوش كونسلتاسيون برشا اللي عندهم سكر وما همش قاعدين يتبعوا عليه بالكل اللي ما يعرفوش لا لا يعرفوا روايح مرضى بالسكر ياخذوا في دواء ما غير ما يعديوا عند الطب في رمضان معناتها سيت اون اوكازيون باش يزيد يطلع السكر وباش يجيو ساعات يعديوا ساعات فرصه باهيه معناتها باش يجيو عديوا على السكر نتاعهم. لي زورجونس يجيونا خاطر فما برشا طيح السكر وفما زاد الاسيدوسيتوز معناتها المرضى اللي يطلع لهم بلوتو ديما من جرى الصيام ماهوش الصيام بركه اما الصيام وما ينجر عنه خاصه من تنقيص الدواء خاطر فما برشا مرضى كيصيموا ينقصوا من الدواء خاصه يا ما ينحيوا دو معناتها كميه نتاع الانسولين كاريمون ينحيوا اون دوز دانسولين معناتها فما برشا مرضى يصيموا من غير ما يسالوا طبيبهم. دونك سي اون اوكازيون باش يطلع لهم السكر في رمضان ويطلع برشا لين يوصل للاسيتون هذا. معناها رقدتوا ناس تو في المستشفى؟ والله حالة استعجالية بريسك معناتها معبي ما جات فترة صغيرة من الأول ما عناش برشا مرضى مي توا معناتها معبي سبيتار. معناها راقدين في المستشفى؟ إيه خاطر ما سمعوش الكلام وخاطر تصرفوا من روسهم ما خذوش النصائح لا انا نقول بون ما نقولوش فما شنو كيس كي اكسبليك دكتور شنو اللي يفسر هذا فما ديما معناتها كيما نقولوا نحن اون باغ معناتها للمريض وجانب للطبيب زاده خاطر يحتمل نحن كيبدا عندنا برشا مرضى ما نلقاوش برشا وقت باش نحكيو مع المرضى زاده يحتمل مع التغذيه قام بمبادره هامه ويقوم بها لثالث سنه او ثاني سنه هي العيادات المجانيه للمرضى اللي عندهم السكر قبل رمضان وجاو برشا مرضى نتصور جاو برشا مرضى المشكله سيكو ساعات ثم مرضى يجيو يعديو مثلا ثلاثة أربعة شهور قبل رمضان وتلقى الموعد نتاعو نتاع العيادة يجي بعد رمضان معناتها ما نتيحولوش الفرصة باش يجي يسأل على رمضان سي فغي بالعيادة اللي تعملت هذيك فما برشا عباد جاو برشا أربع سبتات في جرت بعضهم كل شهر رمضان فما برشا عباد جاو عداو وريقلوا امورهم نتصور ان شاء الله ان شاء الله هذوكم هما اللي ما شفتوهمش انتم وما تشوفوهمش في الليزيون الو سيده اماني معنا عبر الهاتف الو مرحبا بك تفضل سيده اماني وناسف على قبيله خليناك تستنى مرحبا بك تفضل معك الاطباء اني حبل اقول شيء في الشهر الثالث الشهر الثالث ايه قديش عمرك؟ عمري 30 سنه وفي الشهر الثالث هاي صايمه ولا لا؟ ما نجمتش نصيم، صمت نهارين ولات ندوخ وما نجمتش. تفضل عندك أسئلة تحب تسألهم دكتور شيرلي تفضل. بالله باش نسأل أني على خاطر قلت لك الحلو مش باهي يعني ونقصت من الحلو صفة غريبة يعني ما كنت. عندك سكر أنت نتاع الحبالة ولا لا؟ لا كعلي أني في الكرش الأولى طلعت لي ترايا طلع لي. إي. ما خفت يعني كما نقولوا خفت جلدي طلع لي في الكرش الثانية هذاك علاه.
واضح. اذا معك دكتوره دلندا وايضا حتى الدكتوره ليلى تنجم تتدخل. تفضل دكتوره. مرحبا بك مدام اماني. سؤال الاول بعد ما طلع لك سكر الحبيله قداش وزن البيبي الاول الساعه؟ 3 كيلو 4 كيلو. كيف 4 كيلو؟ ايه معناتها كان عندها سكر الحمل وماهوش معدل على خاطر باش نوصل 4 كيلو، يعني هذه مضاعفات نتاع سكر الحمل. بعد ما ولدت مشيت عديت مدام في التغذيه ولا ثبت اللي السكر ما عادش موجود ولا ما ثبتش؟ ما عديت. ايه دونك هذه المشكله الثانيه باش تعديه الدكتوره تاع الغندد. دونك تو ما تعرفش على روحك، ينجم يكون عندك سكر وانت ما في بالكش مدام. قد ايه الوزن سامحني؟ وزن 60 كيلو. المشكلة مدام سيكو عملت تحليل سكر توا في الحمل ولا عملت تحليل تاع الحبيلة؟ مازلت ما عملتش. دونك لازمك تمشي تعدي في أقرب وقت باش تعمل تحليل السكر أولا وأنت صايمة باش نشوفوا عندك سكر ولا لا، على خاطر مادامك قاعدة تدوخ ينجم يكون عندك سكر وما تستحملش الصيام. ومن بعد هذا نجمو نحكيو، على خاطر ما نجموش نخليو روحنا هكاك ديجا في الثالث، هي توا لازم تمشي تعدي باش تعمل الكشف الصدي نتاع ليكوغرافي دو بخومي تخيميس وتحاليل وكل شيء باش نجمو ننظمو روحنا ونعرفوا شنو التوجيهات ووقتاش لازمك تعدي وكل شيء. دونك اول حاجه مادام لازمك تعملها لازمك تمشي تعدي باش تعمل تحليل السكر. وما نعرفش كان عندنا اضافه على حكايه السكر خاطر ولا تحب تضيف حاجه؟ السكر شنو يعمل السكر؟ معني كيفاش تعدلوه؟ تعطيو الانسولين بوندون الحباله الكل؟ لا، السكر يجي في الحباله من الاول نجمو نعدلوه بالتغذيه بركه، نجمو ما نعطيوش طول الدواء. اذا ما وصلناش باش نعدلوه بالغذاء بركه بالتوازن الغذائي نوليو نعطيوه الانسولين، خاطر ما نعطيوش الحبوب معناتها الحرب باش ما نعطيوهمش في الحباله. سي بلو رابيد معناها الانسولين. الانسولين سي بلو رابيد وزاد فما زاد مضاعفات نخافوا منها نتاع على الجنين. ديك علاش نستعملوا سيبوزون ما تعدلوش وسيبوزون هي ما في بالهاش ومراه عندها السكر، شنو هو لي كونسيكونس، شنو هو المضاعفات اللي تنجم تصير على الجنين بالسكر هذا؟ الكونسيكونس تاعها من الاول في الثلاثه الاشهر الاولانيين هو تطور الجنين وقتها، معناتها الاورجانوجينيز، معناتها اذا الجنين يتطور في معناتها محيط فيه السكر طالع برشا، خاطر لازم نعرفوا اللي السكر نتاع المراه يتعدى للصغير. ولهذا صغير يولي معناتها في محيط مناخ معناتها او السكر طالع برشا، هذاك ينجم يتسبب ساعه اول حاجه في تشوهات وفما نساء حتى تفقد الجنين في الاشهر الاولى. واذا قعد الجنين ينجم يعمل من بعد يولي عنده معناتها دي كومبليكاسيون كيما مثلا دي مالفورماسيون ينجموا يصيروا، اذا لاباس تعدى التريمستر الاول وما صاروش معناتها دي معناتها تشوهات من بعد المشكله ينجم يسمن برشا كما قالت الدكتوره دالندا بكري، ينجم يسمن برشا، ينجم يولي عندها برشا مال امراه وينجم يصيروا من بعد زاده تعكرات حتى في الولاده. ولهذا السكر لازم يكون معدل من اول، من المستحسن هو حتى كان معناتها سوختو المراه اللي عملت قبل جهه قبل السكر في الحبيله لازم تاخذ احتياطات، يلزمها بعد 6 اشهر من اللي تولد تمشي تعاود تحليل السكر باش تثبت اسكو السكر قعد ولا تنحى، خاطر برشا نساء من بعد ينساو رواحهم ويتعاود المره اللي بعدها في الحبيله اللي بعدها وقتها يعاود يطلع السكر ونفيقوا به كان مخر. من المستحسن السكر نداويوه من اول الحبيله. اذا سيده اماني سمعت النصائح تاع الاطباء؟ ميرسي عايشه. عندك سؤال اخر؟ قلت لك ميرسي عايشه. رد بالك على روحك، وبما انه سبقتك الحاله ان يكون عندك سكر من المستحسن انك تقي نفسك وتقي الجنين ايضا في اقرب وقت ممكن. نشكرك وان شاء الله ربي يوصل بالسالم. اذا في انتظار مكالمات الهاتفيه على رقم 91 800 814. اذا سؤال دكتوره، بعد ما تولد المراه اللي عندها سكر يجيها في الحباله تنصحوها للذهاب الى مع التغذيه؟ علاش؟ على خاطر تنصحوها ولا فو بريسكريبي معناها ولا توصف لها؟ الو انا عندي جوست اضافه باش قبل ما نتعدي للسؤال نتاعك. بخلاف اللي قالته الدكتوره الكل، فما زاد احتمال البيبي يموت في كرشه حتى في اي شهر، على خاطر سكر الكبده مش مريقل البيبي، السورس الوحيده نتاعو معناتها منين يجي مورد الانرجي الغذائي الكل نتاع امه، وكذا السكر يبدا طالع هابط عند المراه هو ما عندوش باش يقاومه. دونك فما يسمن ينجم يعمل الماء بزيد، ينجم يموت في كرشه، ينجم القلب نتاعو يتنفخ، وحتى بعد ما يتولد ينجم يعمل دي مشاكل تبع القلب زي ليبيرتروفي ميوكارديك تاع البيبي. دونك برشا حاجات هذايا للبيبي، وكي هي تولد لا قدر الله والبيبي فاخر وعندها الماء في كرشه تنجم تعمل ليزيف. ونعاود نفكر اللي اليوم مالوغوزمون احنا في البلدان بون ما نقولوش بين ظفرين، ايوا لا بين ظفرين بون في نمو في طور النمو، النزيف نتاع الولاده هو اول سبب في الوفيات في الولاده. راه
يعني هذايا الكل اليوم كان المراه هذه تمشي تعدي في شهر ثالث النجم نلاقيو مشاكل للصغير وللام معناتها حاجات مخطرين ياسر معناتها حياتها هي في خطر. دونك احنا مالوغوزمون نعاودو نرجعو احنا في مثلا في وسيله بوريبه في المعهد التوليد نتاعنا يجيونا برشا نساء يولدوا واحنا كم ناخذوا الحالات الصعاب دونك يجيونا برشا هالحالات هذوما في اخر وقت مالوغوزمون. معناها هذا ناتج على العيادات اللي مش منظمه واللي المراه ما تمشي تعدي كان وقت اللي تجي تولد. مازلنا لتوا قد ما حكينا دكتور دلندا. نسبه كبيره كبيره هذيك علاش كل مره نقول لك ما عوض في زمنا توعيه. يعني حكينا فيها باقي ما يسمعوش معنا. هاك تشوف دونك نعاود نرجع اللي تعمل سكر الحبيله راهي عندها 30% احتمال بعد 10 سنوات على ابوبخي تولي عندها سكر مزمن تيب 2 ولا ديابيت تيب 2 دونك هذايا احنا من الاسباب ساعه بيان سور الاولانيين اللي نبعث كي تولد عندنا المراه نعطيوها بريسكيبسيون نعطيوها اوندونونس وصفه باش تمشي تعدي في معهد التغذيه والحاجه الاخرى اللي مالوغوزمون نشوفوا فيها سي السمنه هذايا اون جينيرال على الاقل 80% من النساء اللي قاعدين نتبعوا اليوم وعندهم السكر عندهم وزن يفوت اللي لازم يكون. كلمتك قلت البارح قلت لي راه عندي مريضه 140 كيلو وكانت سمينه قبل. كانت سمينه. وقلت لها امشي مع التغذيه ما مشيتش. ما مشيتش. وجاتك. وقالت لك انا نعرفك باش تغش علي. اكزاكتلي. معليش شنو حلها باش تقوم تضحك. نزيدوا ننصحوا هو اون في نوت ميور. الوغ ناخذ مكالمه هاتفيه اخرى الو سعاد من الكاف مرحبا بك سيده سعاد ومرحبا. مرحبا بك رمضانكم مبروك. سنين دائما يفضلك تفضل معك دكاتره تفضل مرحبا. الو. وي نسمع فيك سيده سعاد تفضل. اختي انا مريضه عندي 16 سنه بالسكر. اي قديش عمرك سيده سعاد؟ عمري 63 سنه. ربي يطول في عمرك. هاي عايشك الله. يعني هو السكر الاول ولا الثاني تاخذ الانسولين؟ السكر الثاني عندي الثاني. تاخذ في الحرابش؟ نعمل كريكوفاج ونعمل الانسولين نعمل الانسولين ستيلويت. ستيلويت باهي ما يساش ستيلويت ستيلو الكري وستيلو البلوسيا. باهي نعمل البلوسيا الصباح نعمل سته وفي نص النهار سته وفي الليل 38 من الكري وسته من البلوسيا. بقينا مواظبه. وماكش صايم عامله المستحيل كنت نوزن 81 شهر تو عندي 3 اشهر مع طبيبي قال لي نقصت 4 ونقصوا 4 كيلو في 3 اشهر بقينا ندوخ كي نبدا ندور مثلا نقضي وعندي قاضي انا وحدي في الدار يزمني مؤسسه شوي بقينا نفسد نقضي نخدم سيونس واحده ما نجمش نقضي في العاشره نكمل وعندي رجلي تدبس هي تدبس صوابعي لطف عليك سيدة سعاد اي دونك انت بطبيعة فاترة ماكش صايمة مش صايمة ومالغري هذا الكل تقيس انت السكر نتاعك عندي من غير تنقيس كنت 4 جرامات ونص 5 جرامات ورب اللي ضربني في الشبكة لطف عليك في عينيك لطف عليك ومشيت طبيب صحة بمصحة العيون عملوا لي لازير مرتين في مارس مره مارس عملاول ومره الثانيه. باهي. سيده سعاد انت تو تحب تعرف علاش تدوخ وعلاش هدويات اللي موجوده عندك ماهيش قاعده تركح لك. ونعمل كليكوفاج وعطيني تاع شحم في الدم. سيده سعاد عاودتها المره الثانيه ماذا بيا ما تقوليش على اسامي الدوايا ما يساش قولي اللون ما يساش ما يقلقنيش اما ما تسميليش الدوايات باهي شي هكا. باهي عيشك باش ما نعملوش اشهار. عيشك. اذا سؤالك سيده سعاد مش مريقل سكرك تحسوا؟ ساعات نحسه مش وريك سيرتو كان الدنيا سخونه تو كيما اليوم نحن عندنا الدنيا سخونه برضه. باهي انت كي قست اليوم قستي على الخوي وبعد قستي كي كليت شو لقيت؟ قست على خويا جرام و30. اي. وفطرت كي فطرت لقيته جرام جرام فاصل 5. اي. هكا وبعد بديت نقيس في الليل. وما كثرني ما نقيس خاطر كي نعرف روحي نلقى روحي لاباس نعرف اللي سكري نلقى روحي ناشطه وكل شيء ما نحسش بالسكر اللي عندي نحس به من غير ما من غير ما نقيس تعرف روحي نحس به السكر اي نعرف. يقعد معنا سيده سعاد اذا تفضل دكتوره ليلى. معناها هدويه تيزي الكل ما نعرفش شنو سؤالها ماهوش مريقل وعندها الدوخه بالنسبه كي تنشط شويه بالنسبه لرمضان رمضان هي ما تصومش المشكله سيكو اذا تعمل في الزريقه البلوسيال اللي تعملها قبل الماكله الزرقاء اللي تعملها قبل الماكله اذا تبدا الدوزه نتاعك قويه شويه وتتحرك بزيد سي نورمال باش تحلها سكر
الدوخ معناتها يتحلها السكر، معناتها يلزمك يلزم الدوزه نتاع الزريقه الزرقاء هذيك تتعدل حسب الماكله نتاعك وحسب النشاط نتاعك زاده. معناها مش تعرف روحك تزرقها وتجهد جهاد هو بيدو. اذا انت نهارتها نهار اللي تعرف روحك خارجه ماشيه تقضي في المارشي ولا باش تعمل ميناج كبير في الدار ولا حاجه، اذا كنت تعمل في دوزه مثلا سته تعمل اربعه تنقص على الاقل زوز باش ما يتحلكش السكر، فهمت؟ اذا ماكلتك ما نعرفش، خاطر المشكله يلزمك ديما تقيس بعد ما تاكل، راهو بعد بساعتين من الماكله باش تعرف روحك شنو هو مستوى السكر نتاعك، فهمت؟ اذا مثلا مستوى السكر نتاعك معدل وانت باش تخرج تمشي على ساقيك ولا باش تعمل مجهود نجم تاخذ زاده لمجه باش ما تحلكش السكر. قوتي يا اما تنقص تنقص الدوزه يا اما تاخذ لمجه باش تعدل السكر نتاعك باش ما عادش تدوخ. الامر من سامحيني دكتوره. تفضل. الغريب في الامر ما عنديش شاهيه للماكله. اذا ما عندك شاهيه في الماكله للماكله يلزمك تنقص ماله من الدوزه نتاع الانسولين نتاعك يحتمل اقوى من اللي تستحقه انت. خاطر هذيك الزرقاء نعدلوها حسب ماكلتنا. اذا كليت الماكله نتاعك معناتها العاديه واللي الطبيب نتاعك اعطاك الدوزه هذيك حسب الماكله اللي تاكلها. اوكي؟ كان انت نقصت في الماكله يلزمك تنقص من الدوزه نتاعك. انت شوف الاوقات اللي تحلك فيهم السكر بعد الماكله نقص على الاقل اثنين من الدوزه نتاع الانسولين. نجم تعمل وحده من غير استشاره طبيب؟ نجم نجم، هو الهدف انه المريض يقيس وحده وينقص وحده. بالستيلو نجم نقص نقص اذا يتيح، اذا متاكده اللي هو تيح سكر بعد ما تقيس الدوخه نتاعك متاكده اللي هو تيح سكر، على خاطر لازمك تقيس السكر نتاعك وقت يجيك الدوخه. اذا لقيته تحت 0.70 من 0.70 اللي اقل تنقص زوز من الانسولين نتاعك الزرقاء وتعاود تقيس مره اخرى وماذا بيك تستشير طبيبك تمشي له بعد باش تقول له شنو عملت. اما المرضى اللي زرقوا في الانسولين ثلاث مرات في النهار الهدف انهم يكون عندهم الماكينه ويعدلوا الانسولين نتاعهم. عندي ماكينتي عندي نقيس عندي. اي ما يلزمك انا ما نقيسش ديما راه. لا يلزمك يلزمك ما تعدل الانسولين نتاعك حسب القياس نتاعك، فهمتني؟ اذا لقيت السكر طايح ساعتين بعد ما تاكل الزرقاء هذيك تنقص منها تنقص منها زوز. وبعد عاود اعمل قياس مره اخرى وهزوا للطبيب نتاعك. باهي باهي بارك الله. نشكرك سيده سعاد نقول لك ان شاء الله باللطف عليك وقيس السكر. وانتم وعيدكم مبروك يعطيكم الصحه. سنين دايما يفضلك. عايشك سيده سعاد ان شاء الله لاباس ان شاء الله باللطف عليك. شاهي طيبه. عايشك ما تنساش تمشي لطبيبك راهو باهي لازم تشاور. باهي الله يخليكم. خليك عايشك. شيء طيبة. إذن بإمكانكم التواصل معنا أيضا عبر البريد الإلكتروني اللي هو عنوانه santé@tunisietv.tn ورقم الهاتف في انتظار مكالماتكم 17800814. إذن التعديل مسموح به معناها في وحدك من غير الطبيب. هو هذاك هو الهدف. على هدف من شنو؟ هدف الهدف من استعمال السكر. الناس اللي تعمل في الانسولين خاصة اللي تعمل في الانسولين الزريق برشا مرات في النهار. ثلاثة ولا أربعة مرات في النهار. المشكلة اللي المواعيد عند الطبيب تنجم تكون بعد ثلاثة أشهر ولا بعد أربعة أشهر، وفما برشا حالات نجم تتغير في حياة العبد، ينجم نهار يعمل مجهود أكثر، نهار ياكل أقل، نهار ياكل أكثر، ولهذا الهدف أن الناس تتعلم تعدل الأنسولين نتاعها حسب الماكلة نتاعها وحسب الحركة نتاعها. واضح. على خاطر إنسان يزرق في الأنسولين ما ينجمش يقعد بنفس الدوزة أربعة أشهر وبعد يجي يلقى سكر طالع ولا طايح إكسيتيرا، دونك هذا هو سي ليدوكاسيون أون فيت. التثقيف. التثقيف التثقيف اللي هو أنا جو بونس ناقص برشا في البريزون. في الإحاطة بهذا المرض. واضح. إذا سؤال عبر الإيميل ليك دكتورة دلندا. سيدة حامل في الشهر الرابع قالت لك صايمة مانيش فاطرة ما عنديش حتى مشكل، كان مشكل واحد، مشكل أني نشرب برشا ماء ونتبول برشا، قالت لك هذا ما ينجمش يطلع عندي سكر، ما عنديش حتى مشكل آخر معناها قاعدة نرتاح وقاعدة، لكن مشكلة التبول هل مربوط بأنها تشرب برشا ماء لأنه ربما تعطش؟ ما فهمتش. هي صايمة؟ صايمة. اي دونك تشرب في الماء في الليل. في الليل لا في شقاء الفصل. بالعكس هو هذا هو المنصوح به. قد كيسر نقوم للتبول. حكايه التبول عند المراه الحامل في اون جينيرال معناتها عادي. عادي على خاطر ما عندوش علاقه بالسكري؟ هذه حاجه اخرى خاطر ما نمشي نجيبوا هي قد تكون الحباله ما نعرفش هل معناها نمشي نعاود نرجع ولا هو سي تخي بيان على خاطر احنا كي باش نجيبوا تو باش نجيبوا حاجات جينيرال اللي باش ينفعوا الناس الكل في الاجابه نتاعنا. المراه هذه سا ديبون اسكو تعدي ولا لا؟ اسكو عملت تحاليلها ولا لا؟ على خاطر احنا نورمالمون كان خاطر للرابعه لازم تكون اموا عملت تحليل سكر وهي صايمه على الاقل واحد.
ووقتاش اون فيت فما تحليل سكر واحنا صايمين وفما تحليل اخر نعطيه للمراه كيس حلو بالعاني معبي بالسكر تشربوا ونقيسوا من بعد السكر نتاعها باش نشوفوا اسكو بدنها قابل معناتها يحرق معناتها يعدل السكر هو وحده ولا عندها مشكله نتاع السكر جوستومون دونك وقتاش نعملوا هذايا بون فماش كونسنسوس مي اون جينيرال كيف يكون فما مثلا عمرها اكثر من 35 سنه مثلا في عائلتها فما شكون عنده السكر مثلا الوزن نتاعها زايد معناتها فما ظروف اللي تخلي نعملوا تحليل السكر ونعملوا هذا التحليل هذا نتاع السكر بعد شربين الماء الحلو من ثم باش نعرفوا دونك ديجا ما نجموش نجاوبوا هكا على خاطر سا ديبون اسكو عملت هذا الكل ولا لا مي نرجعوا لحكايه كاين عملت هذا وما عندهاش السكر حاجه باهيه ومنصوح بها باش تشرب برشا ماء على خاطر المراه اللي تصوم يلزمها ترجع اكل الماء كله ونعاود نفكر واذا حاجه ما يعرفوهاش برشا يجيو ما يعرفوهاش المراه الحامل يلزمها تشرب في النهار على الاقل زوز لترات اوغ الناس كلها شوف تشرب شو ما تشربش شتاء ولا صيف ولا مربوط بالصيف كان كسوا اي وقت على الاقل وفي الصيف لازم تشرب اكثر على خاطر احنا بالسخانه هذه اللي موجوده وبطول النهار في الصيام يلزم ترجع له حاجه ويخرج الماء بون كان تشرب برشا ماء سي نورمال باش تمشي برشا يعني تتفرغ هذيك الماء كله دونك اون فوا تهنينا للسكر نولي نقولوا سي نورمال قد ما نشرب وقد ما نمشي مي ما نجموش نجيبوا هكا حاجه اذا سيده اخرى تقول لك انا في الشهر الثاني وصايمه هل هذا ما عندوش تاثير على الجنين انه ما ينموش بالكدا اي هذوما هما هو الاسئله راني ترجع كل يوم الشهر الثاني ولا اي شهر هو شهر رمضان شهر برك يعني 30 يوم والحمل هي 9 اشهر دونك ديجا ولي سوسي يكثروا في الشهر هذاك شفتوا كي تبدا في بدايه الحمل ها اي بون هي 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 هو سؤال يسال يطرح نفسه على خاطر اول حباله ولا الناس كلها تقول لك مالكش البيبي عظم الحق اما احنا لازم نعرفوا اللي الحمد لله ربي سبحانه وتعالى اعطانا بدن فيه امكانيات حتى كي نقعدوا ولا نقعدوا صايمين بوندون دي زور ديما فما دي ريزيرف يعاودوا يخرجوا دونك ان فيت ما فماش حتى بحوث اللي اثبتت اللي كي نصوموا ولا حاجه فما تاثير على البيبي دونك هي ما تخافش كان هي سافا معناتها استحملت الصيام اوكي اما من بعد زعما نحكوا على النصائح اللي نتاع شقان الفطر على خاطر بيان سور كان هي مثلا صايمه وزيد ما تاكلش بكدي في الليل وما تشربش وكل شيء بيان سور بعد شهر نجموا نلقاو ضعفين اما احنا كي نصوموا يلزمنا من بعد في شقان الفطر معناتها فما حاجات يلزمنا نعملها قبل ما ناخذ مكالمه هاتفيه من القاصرين هل نوعيه الغذاء والفتا انه يكون فما الغلال والخضر ويكون فما السوائل ويكون فما المواد اللي ما فيهاش دهون ونقص من المشروبات الغازيه هل بالحق هذا ياثر على نمو الطفل؟ بيان سو هذه هي اهم حاجه هي المشكله الكبيره اللي انا قاعده نشوف فيها توا سيكو ما فماش توعيه في حكايه التغذيه يعني العبيد توا اللي تسمع ويقول لك حبلة تشتهي كل شيء فوالا وكي يطلع عنده شهوه في بدنه ما نعرفش وين تحكش راسها تحكش كرشه تحكش يديها ولا وجهها هذه هي المشكله المشكله مثلا المراه اللي حكينا عليها قبيله قالت لي انا نشرب كان جازوز يعني انا مصريه اللي هي 140 كيلو اي نشرب كان جازوس حاجه عاديه الله غالب هذيك شهوه تجيتني قالت لي الرحام جيني على الجازوس في الحباله الاولى زاده يعني في الحباله دونك هذه مشكله كبيره راهو يلزم فما توعيه في التغذيه بيان سور التغذيه اللي بشكلها باش تاثر على الصغير الجيزوز اللي جو اللي في الباكويت كل شيء هذاك السكر السكر المضاف فوالا ما نلقاوش في الغله ودي سكر غابيد معناتها تشرب من هوني يتراكم والبدن يخزنه سو فورم دو شحم والبيبي كيف كيف خاطر عنده برشا سكر دونك باش يخزن هذاك الكل سو فورم دو شحم دونك التغذيه لازم تكون سليمه لازم تكون متنوعه يلزم برشا سوائل على خاطر قلت لك سوائل توا في شقان فات مثلا 8 غير ربع للغدوة مع حتى كي مش نصح العملية ثلاثة الوقت ضيق وهذيك هي المشكلة تو دونك تشرب ثلاثة إدرات مش سهل معناتها ديجا هي الهضم عند المرأة الحامل ساعات يقعد 12 ساعة صعب ديجا دونك شنو هي النصيحة شقان الفطر تاخذ شوربة خاطر هذيك كله سي ديليكيد سي فما سوائل في الشوربة في الغلة في الماء هذيك كله دونك جرب تشرب او موا إتر ونص زوز إتر ومع هذيك تحط شوربة اون جينيرال في الطاولة التونسية موجودة الشوربة سلايت الجزوز ماذا بينا يتنحى على خاطر باش يعبي وباش ينفخ الكرش وباش يعدي لك برشا سكريات وموش باش ينفع الصغير. القوارص كيما مثلا عصير الليمون. كي يبدا فخي ما يصيرش. فدا آه. كي يبدا هي ناقص سكر زاده. اي ماذا بينا ولا السوائل الكلها ما يصيرش اما اللي مشريين حاضرين وكل هذوكم يقلقوا. السلايت اي انواع سلايت. الغله بيان سور طبعا عندنا الدلاع تبارك الله هذيك بون فيه السكر مي فيه زاده ليكيد دونك لازم نعرفوا نقسموا
ودونك باش تلقى الفطور ناخذ وجبه باهيه فيها دي ليكيد وتشبع، اما ما ننزلوش عليها وكالمقلي وكل راه وزيدة باش يقلق برشا على خاطر كي مش تاكل وقتها برشا مقلي، من بعد مش نجم تكمل تاكل وجبه اخرى على قاعده الدخول وما تهضموش بالكدا وباش ينجر على غذاء غير سليم للجنين. ناخذ مكالمه من القاسرين مع ثريا. الو. الو عسلامة. مرحبا بك ثريا، اذا تفضل معك دكاتره. معك ثريا من القاسرين. مرحبا بك ثريا تفضل. عايشك. انا حبيت نسال الدكتوره، انا عندي سكر توا عندي 7 سنين. اي قداش عمري؟ 32 سنه. اي انا مشكلتي حبيت نسالها ديما سكريه طايح. معناتها حتى كي باش نصوم في رمضان ما نجمش، معناتها خلينا نسال يبدا لي طايح. سكرك نوع 2 ولا نوع 2؟ لا نوع واحد. نوع واحد معناتها تزرق في الانسولين. اي نعم في الانسولين. اي ديما طايح. ديما طايح لي. قد تزرق من مره الانسولين؟ ما تقوليش اسامي الادويه. مر الصفراء والخضراء، مره الصباح ومره في الليل. ومش مريق وتقيسه كل يوم؟ اي والله نقيسه. صايمه؟ لا لا ماني صايمه. تقيس قداش تلق؟ يوصل لي حتى صفر 42 صفر 43. اقعد معنا. تفضل دكتوره ليلى معاك. هو ساعة اول ملاحظه مرحبا بك، اما الملاحظه الاولانيه اللي مريض السكر نوع واحد ماهوش منصوح ليه باش يصوم، هذا ساعة اول حاجه، معناتها خاطر مريض السكر نوع واحد اكثر وقت تلقاه يزرق مرتين ولا ثلاثه، اذا باش نقصوا له من الكميه نتاع الانسولين نتاعو ينجم السكر نتاعو يطلع وينجم يعمل لاسيتون، اذا باش نعطيوه الكميه نتاعو الكافيه وباش يقعد معناتها صايم ينجم يتيح له السكر كما صار لكليك انت، معناتها هو ديجا حتى في الدين ماهوش منصوح الانسان اللي مريض قد فتره هي مش صايم. اي الانسان اللي مريض خاطر هي تحب تصوم اما يتيح لها السكر. اي فوالا سي سا سون بروبليم جو بونس. ولهذا الانسان اللي الانسان اللي مريض السكر نوع واحد وخاصه كيبدا ديجا عنده مشكله نتاع تيح سكر من قبل مش مصوح باش يصيب. الوغ تبقى عندك انت مشكله نتاع تيح سكر اللي هي موجوده من قبل، معناتها مش على مع رمضان بركه، وقتها يلزم الطبيب نتاعك يعدل لك الدوزه نتاعك، هذه الحاجه الاولى. اذا ما توصلناش باش نريقلو السكر حتى كان نقصنا في الدوزه تنجم زاده تبدل نوع الانسولين. دونك ولهذا يلزمك ترجع لطبيبك خاطر فما انواع نتاع انسولين يعرضوا اكثر المريض لتيح السكر من انواع اخرى. ثريا عندك سؤال اخر؟ حبيت نسال الدكتوره، معناتها كي يتيح لي السكر انا بطبيعتي باش ناكل سكريات. حبيت نسال معناتها هذاك عنده تاثير على صحتي؟ معناتها هو حاليا من المستحسن مريض السكر ما يتيحلوش السكر بصفه معناتها كما نقولوا نحن برشا مرات، على خاطر هكا ولا هكا تيح السكر ينجم يكون عنده ضرر على دوام، كي يبدا برشا مرات يتيح السكر مش باهي، مش باهي للقلب، مش باهي للخلايا نتاع المخ، ولهذا من المستحسن ماذا بينا ما يتيحلكش السكر، وكمل كي يتيحلك السكر وتاكل برشا حلو بعد بطبيعته باش يطلع، حتى المعدل نتاع 3 شهور نتاعك هذاك نتاع السكر اللي متراكم باش تلقاه طالع. ولهذا نحن ماذا بينا نتفاداو تيح السكر. 6.8 المره هذه. نعم. 6.8 اقل 6.8 باهي اقل من 7 قول اقل من 6.8 اقل من 7 باهي، اما ماذا بينا نوصلوا له من غير ما نعرضوك زاد لتيح السكر كل يوم. فهمتني؟ سي بيان باش تاخذ 6.8 لكن مش كل يوم يتيح لك السكر زاده، هذايا مانيش ماهوش هذا الهدف معناتها نتاع الدواء. فهمتني؟ معناتها اذا 6.8 والسكر يتيح لك مره بعد قداش اوكي، ما كان عندك تيح مقلقك بانتظام وخاصه ما لقيتلوش حل، خاطر زاده مش واحد يزرق وما ياكلش وبعد يقول طاح لي السكر، سي نورمال باش يتيح السكر. فهمت؟ اذا معناتها تاخذ في كيفاش يقولوا في الاحتياطات الكل وكمان السكر قاعد طايح، وقتها يلزم نشوفوا حل، زاده ما نحبوش سكر المعدل تحت 7% وانت زاده تعاني من تيح السكر مش حل. فهمتني؟ نشكرك ثريا. ان شاء الله باللطف عليك، ان شاء الله لاباس، وكما قالت لك دكتوره لازم تحافظ خاطر تطيح اصعب مطلوع.
ربي معك ان شاء الله باللطف عليك، ونقول لك ان شاء الله رمضانك مبروك. اذا قبل ما نواصل مازالوا تقريبا 10 دقائق، هذا الروبورتاج اللي كنا باش نعديوه الاسبوع الفارط باش نعديوه اليوم، بما اننا نحكيو على الغذاء والغذاء السليم. جمعيه وجبه لكل تونسي قاعده تقوم ب وتحضر بوجبات، هل الوجبات هذه صحيه ام لا؟ باش نعرفوها مع اياد بعد ما نرجعوا من هذا الروبورتاج ثم نعود، وفي انتظار ايضا مكالماتكم الهاتفيه لما تبقى من الحصه من وقت. هي الإحدى عشر عائلة ممن بقيت دون حل بعد أن طالتها فيضانات شتاء عام 11 و2000 في منطقة المنيهلة من ولاية أريانة كثيرة الوديان. ظروف قاسية تعيشها الأسر المتكونة أحيانا من عائلة فما فوق، تعيش داخل محلات تجارية هيأتها بلدية أريانة لتكون سوقا مركزيا في المنطقة فيما مضى. جمعية وجبة لكل تونسي التي تأسست منذ سنتين تقريبا وبدأت نشاطها قبل ذلك بمطعم يقدم الوجبات المجانية للمحتاجين، ركزت مركزا منذ شهر مارس من السنة الحالية تقوم فيه بتحضير وتقديم وجبات الإفطار في شهر رمضان على غرار السنة كلها. أحدهم موجودين في المنيهلة في حي الحرفي، عندنا كل يوم في صندوق غذائي في المنيهلة بالضبط نعطيه ونوزعوا حوالي 80 وجبه يومين هنايا في البلاصه هذايا، ونوزعوا الجمعيه كل بصفه عامه في كل يومين نعملوا 250 وجبه يومين. هوني عندنا 80 نفرقوا في السكر، عندنا صندوق داخل في سكر نعملوا فيه 80، تلاقوا نعطيو لومات العزيبات في سكر في 20، وعندنا صندوق في حيط هذا نعملوا فيه في 50. وانا كيف نعطيو نفرقوا في عباد في الديار ونزلوا نحصل تقريبا 120 30 وجبه يومين حسب تقريبا. برنامج وجبة لكل تونسي يتوزع أيضا على مراكز أخرى ولا يقتصر على المنيهلة فقط، مع المحافظة على جودة الوجبات. المنيو بتاعنا كيما بتاع رمضان، وانا أكدنا هوني باش نعملوا منيو باهي، معناتها الواحد باش يعطي حاجة في رمضان يعطي حاجة معناتها مرفقة وباهية، معناها كيما احنا بابين عندنا حاجة خير من في ديارنا. فما شربة اليوم عندنا شربة شاي بالحم، وبعد عندنا بريك عملنا سويبة، وبعد عملنا سلطة خضراء شويه طماطم شويه طماطم بصل وزيت، وبعد عملنا دجاج في الفرن بالبطاطا، وبعد في السويت عندنا ياغورت، عندنا شكون برانا بالياغورت، وعندنا الجازوز وعندنا الماء. في جو رمضاني وعائلي تحتوي الجمعيه العائلات الفقيره بالاهتمام، وذلك من خلال مشاركتهم الافطار لكسر حاجز الحرج الذي يمكن ان يولد عند المحتاجين، كما يتم الاهتمام بالاطفال من خلال توفير الظروف الملائمه لهم وتمكينهم من دروس خصوصية لمواصلة دراستهم في أحسن الظروف. الجمعية متاعنا برد مثلا نعطيو ماكلة في رمضان، في رمضان حتى في الأيام في المولاي، فما شكون ساعات يجينا مريض ناخذوا له دواية، ساعات نعملوا عملية معناها حاجة نعاونوا واحد المريض نعاونوه حاجة نشوفوا فاش وحاجة أخرى. عندنا صغار هوني نقريوهم زاد معناها. هذو صغار كي يجوا العشيه في بنولي صوند يجوا الخمسه فهذو قعدوا نقريوهم كيما تو هما قراو معناها في الباريم بابا وقت القرايه تو في القرايه تو نعملوا في يطالعوا يطالعوا قصص بالعربيه بالكتب الفرنسيه باش يحسنوا اللغه نتاعهم شويه فرنسيه. المجتمع المدني في تونس بهياكله وجمعياته المختلفه يسد فراغا كبيرا ويجند الالاف لخدمه من تعوزهم الحاجه في انتظار تحرك الدوائر الرسميه في البلاد من أجل إيجاد حل قد يسد رمق من يطالبون فقط الحياة بكرامة. إذن الحياة بكرامة بالنسبة لوجبة لكل تونسي، قلت أنه الماكلة، مرحبا بك إياد كاج كل مرة تخلط علينا خلوت قال ما نفهم كرامة أنه يكون عندهم كما يأكلوا في ديارهم كما يأكلوا توينسا في رمضان، أنه ما يحسوش روحهم معزولين رغم ظروف اللي كنا نشوفوا فيها والحالة اللي هما عليها. أيضا تحت المجهر أنت على خطر طب موجودين في هذه الحصة وخطر الحصة كلها 100% صحية، هل تاخذ بعين الاعتبار الوجبات اللي تكون فيها غذاء متكامل يكون فيها متوازن؟ شفت أنا البريك مقلي على متعب نجم الفوري بون، ما تعرف الناس كل بصفة عامة تحب البريك المقلي هذاك بصفة عامة،
ولا ما كانش معناها احنا هوني معناتها كي نعملوا ديما نحطوا الخضره معناتها هاك شوف معناتها نعملوا سلطه خضراء فيها معناتها طماطم والقمره نحطوا شويه بصل معناها فهمت نحطوا زيتونه معناتها بقدام معناتها ديما حاجه معناتها حاجه ناتو معناتها اقل تطيب كالخضره هذيك فهمت ولا كيف كيف الماكله ديما نحطوا مثل سفناريا مثل معناتها ديما عندنا خضره موجوده والغله كنا احنا والبجيم متاعنا معناتها والغله تو عندنا حاجه باهيه فما شكون جاي تبرع عندنا في الغله رمضان كامل جاي قال لي قاش حاجك معناتها رمضان معناتها الخضره كلهم ناكل في الخضره. نعاود نذكروا هو مش مركز المنيله فقط بل فما في حي التضامن وايضا في سوريا. مش هو احنا السونتر نتاعنا هذاك هو في المنيله ذاك تحل او سونتر في تونس يعطي الماكله معناتها احنا نبرعوا فيها يوميا غاديك نعمل في ميت وجبه يوميا من علينها في مارس كما شفتوا فيه كوجينا وكونوما ومعناتها وصال وعندنا السونتر بعد اخر في حي التضامن احنا لهين بالمخزن نتاع المؤسسه نتاع المعاقين احنا هنا بالكونتين كله معنا فهمنا نقضي لهم وهذيك يا اخي توا في رمضان نعمل في 50 وجبه غاديك واحده فهمنا ولا هذيك وقت السونتر باقي نرجع يد المشروبات الغازيه الدكاتره يقولوا ما يلزمش يكونوا موجودين نعرف اللي هو صغار موجودين نعم. احنا شو احنا رمضان انت قاعده تلبي في شهواتهم هم شو يحبوا وفي نفس الوقت ما تنجمش تحرمهم انا مظهر لي كان في تونس توا اليوم في شقه الفاطمه متخاجده دبوني غازوز فوق تاع احنا في دارنا ما فهمتش بعد خوك يمشي على القهوه يشرب بعد قول انت في القهوه يعمل لي زيكسين تاعو وانا شو نحبوا معناتها نفرحوا هذوما معناتها نقول حاجه معناتها كيف شفتوها الطاوله اللي عملناها وشفتوا معناتها ما بين وجبه متكامله معناتها ما بين دبوز معناتها الغازوز وجي معناتها والياغورت معناتها والغالي لا ولا معناتها والشربه والوصلاته والبلا ما تحوسوني 5000 معناتها حاس تقريبا توصل 5000 الوجبه للعائله معناتها معناتها هذوما ما عندهمش معناتها كان يد باش ياكلوا كلهم هكا معناتها احنا كنعملوا دجاج معناتها دجاج باش نعطيكم فكره معينه معناتها احنا باش نطيبوا مثلا دجاج طيبوا 20 كعبه دجاج معناتها بصفه عامه كيف باش طيبوا معناتها كيف باش نعملوا لحم 25 كيلو لحم معناتها كي يكون من كميه متوفره واحد ديما هون نسالوا مثال نسالوا شويه الكسكسي معناتها شويه نعملوا شويه برغل نعملوا شويه شوربه ديما عندنا حاجات تفكروا شويه بشويه هل عملت دي بلا بالسردينه بالنسبه لهذه لا ما زلنا ما واحد نجيبوا لهم الحوت بيا بعد نصب شويه في السردينه انت تفتح الخيط السردينه نعرف اللي عندها برشا من انا عملت هون عملت هون قبل ما نمر الى ربما طبق اليوم اللي هو غذائي وما فيش انا معك انت باش نعيط لك اياد لا ملح لا سكر ولا شحوم معناها سون سكر اياد سون سكر اسونسيل قبل ما تحط عندك كيفاش نجم الناس تعاون هذه الجمعيه حتى يوفروا يوفروا الغذاء ويوفروا ايضا انا عندنا الباج نتاعنا فيسبوك ان روبا بشكل تونيزيا وعندنا الموقع الويب نتاعنا في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك فيسبوك اسمها وجبه لكل تونسي بالعربي ولا بالفرنسي؟ بالسوري بس ان روبا بشكل تونيزيا وعندنا موقع الويب www.europa.tunisien.in وعندنا رقم الهاتف معناتها نجم تدخل هذيك تلقاو رقم حافظوا رقم الهاتف انا مش حافظ اذا كان امكن نبيل يعطينا رقم الهاتف والسيد المخرج يعطينا رقم الهاتف هذه الجمعيه على الباج نتاعنا حتى يعاونوكم على الفيسبوك وانا حاجه نقول لحب العباد احنا علاش نجحنا نحب نقولها معناتها علاش احنا نجحنا الخط اللي احنا العباد جابوا لنا قضيه معناتها احنا هنا 60% نطيبوا فيه هم عباد جابوا لنا التدعيم جابوا لنا لحم جابوا لنا دجاج جابوا لنا خضره هذا هو اللي معناتها يعاونوا يعني انا مش بالفلوس يعني نقضي لكم قضيه انا فما شكون طلبني قال لي قالش حاجتك ملصوق كل يوم قلت له ناخذ هكا قال لي انا كل يوم بجيبك تاع رمضان كم اذا رقم الهاتف هو 25 24 50 05 25 24 50 05 حتى يعاونوا هذه الجمعيه ان روبا بور شاك تونيزيان واللي يحب يجي انا ما بين اللي يحب يجي مرحبا به وشوف وشوف السونتر معناتها وشوف على عينيه باهي رئيس البلديه نتاع منيله اي نتاع رينا نتاع احنا متابعين منيله مش المنيله شنو هي شنو؟ ولد ولد بلديه منيله هاي رئيس بلدية النيلة هاي سامحني هذه غلطة غلطة لا تخفى باش يحل مشاكلهم إن شاء الله الاجتماعية إن شاء الله احنا توا أنا ليش عملنا هذايا؟ أنا ليش عملنا صوت غاديك حاجة شفنا منظومة في نسبة معناتها في نسبة مشينا لهم قربنا غاديك كي يجيو العباد فهمني ولا ويجيو فما شوية شركات جاونا وشافوا عينيهم يقول لك احنا خويا نجم خويا نكلف عائلة نجم ناخذ لها دار معناتها نجم نعاونها باش تاخذ معناتها مش دار كما يقولوا احنا
معناها حاجه خفيفه هذاك اللي جبنا نشوف نحاول عبد تجي تشوف واضح ان شاء الله احنا بدنا نتابعوا هذا ونشوفوا ان شاء الله انتم كثر خيركم ساعه الحاجه مرحبا بك اذا تقول لنا على هذه الوجبه قبل ما نقولوا الى اللقاء تغزل خاطر كبير بس ما عادش تغزل يعني بعيد عليك تقريبا وفاق العاده والله جبني بكري انا غالب جيبك بكري ولا انا ولا بلا تاعك فيه هذه انا هو الوجبه هذه ايش تعمل؟ تعمل بالماكرو ولا بالسردين؟ لان هذا شويه ايات حتى الاولاد يشوفوها احسن اي ماكرو ماكرو ولا بالسردين؟ اي ماكرو والا بالسردين؟ اي هو بصيف عام ماذا بنا ماكرو اي عام حظ صغير من اللي مقيتش كيفاش يتيب هالماكرو هذا؟ هذا ناخذوا البابي تاع التطيب تاعنا في الفريزير هذاك البابي ونحطوا الماكرو فوحوه شويه كمون شويه قرص وشويه زيت زيتون هكا هو قرص وزيت قرص وزيت حتى طريف ملح لا قلنا ملح لا عاد ملح لا هوني ملح باش نبدلوه كيما قلت شويه كمون ولا بشويه راس حانوت وخليه يتنفخ مليح على تقريبا مدة نص ساعة من زمان. داكو. وبعد نحطوه في البلاك نحطوه في الفول. نحطوه في الفول 180 درجة ونحطوه في الفول حاس تقريبا بين ثلاثة أربعة دقائق معناها توتي معناتها مغلقة. اللي ما عندوش فول شنو ينجم يعمل؟ ما عندوش فول يطيبوا في الكسكس ينجم يفوروا؟ في الكسكس يفوروا يحط ساشي اللي عملناه في الحلقة اللي فاتت حطوا هذاك يفوروا كيف تعدل. قرص وشوية قرص وشوية فيح يعني كمون وزيت زيتون. واللي ما يحبش حاجة بالك نجم ناخذوا سردينه اصغر شويه نحطوا برشا قرص معناتها نحطوا مثل قرص نحطوا 70% قرص و 30% زيت زيتونه ونحطوه في الفريجيدير وخليه تطيب وحده القرص هذاك معناتها يجيك اي سي فري يتكل بارد يتكل بارد وصحيح يا اخي شنو اللي معها اياد اذا؟ هذا معها عدس احنا نعرفوا عندنا معناتها العدس برشا ما نعرفوش معناتها ما نستعملوش برشا معناتها فيه الحديد فيه الحديد ولا هذا العدس اوميغا 3 في السردينه وفي اوميغا 3 في السردينه ولا العدس في الحديد دونك هوني هذاك شنو؟ هوني خذينا العدس نتاعنا طيبناه في الماء فهمتني هوني حتى اللي نشريها معناتها ما قال لك ما نفخوش قبل النهار ولا حاجه نجم تحطوا ماء سخون ونجم تاخذ ومن بعد هوني خلطت شويه غوتا نعرف اما غوتا باهي معناها غوتا ما فيهاش عملت شويه طماطم شويه طماطم وخذت شويه بصل جويد خلطتهم بعضه وحطيت شويه كزبر كالعاده شويه كزبر باش تفوح هوني بالفيح اللي تحطوا تنسي فينا في في الملح في الملح وحدك حسين اياد اذا بدون ملح دون سون سيل سون سكر اياد نشكرك شكر جزيل اياد على هذا الطبق وان شاء الله الناس الكل تاخذ بعين الاعتبار بما انك تتحدث عن هذه الوجبه السليمه هي صالحه لكل الناس يعني صالحه للي عنده سكري للي عنده ضغط دم للي ما عنده حتى مرض هي وقائيه ربما حتى من نحضروا باش ما نمرضوش بامراض لا سكري ولا ارتفاع ضغط الدم اذا في ختام هذا اللقاء من قالي كان نشكركم نشكر الدكتوره ليلى بن سالم هاشم على قبولك الدعوة وحضورك معنا أيضا دكتورة دلندا شلي مشكورة على قبولك الدعوة وحضورك معنا وإياد شكر جزيل لك وموعدنا معك في الأسبوع المقبل حتى نتحدث على جمعية عندها مشكل مش عندها المشوش الجمعية عندها ناس عندها مشكل مع مادة الجلوتين حتى نشوف أنه نجموا نطبخوا لهم بدون ما يكون ثمن الطبخ والماكلة اللي يأكلوها زهيد جدا توما بقى لي كان نقول لكم شاهية طيبة وإلى اللقاء الأسبوع المقبل سنتحدث عن مرض السكري أيضا وبما أن قربنا العيد وهي آخر حلقة من حلقات شهر رمضان المعظم سنتحدث عن وجبات العيد وعن الماكلة الدسمة اللي فيها الحلو باقي وراكم بمرض السكري ربي معاكم وإن شاء الله يا ربي ما نشوفوش تعكرات صحية إلى اللقاء